السلام عليكم. أفادت مصالح الحماية المدنية لولاية المسيلة أن إسعافاتها تدخلت صباحة اليوم الخميس وفي أول أيام عيد الفطر المبارك لنقل شخص عثر عليه متوفيا بأحد أحياء مدينة بوسعادة. وأوضحت ذات المصالح في منشور عبر موقعها على فيسبوك أن إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية تدخلت صبيحة اليوم في حدود الساعة 6:21 لأجل نقل شخص متوفي بحي مسيرح على ضفة وادي بوسعادة بمنطقة العراقة في بلدية بوسعادة. وأضاف ذات المصدر أن الضحية البالغ من العمر 63 سنة والمعاق ذهنيا عثر عليه صباحا وهو متوفي حديثا وليس من ضحايا الفيضانات الأخيرة، حيث تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى بوسعادة. إنا لله وإنا إليه راجعون.